بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مرحبا بكم يا أصحاب الوجوه الطيبة، طيب الله أحوالكم. أيها الأحبة في الله، ما زال الحديث جريبنا في سلسلتنا المباركة الصيام وما يتعلق به من أحكام. نسأل الله عز وجل برحمته وجوده وكرمه أن يرزقنا صياما مقبولا بإذن الله تبارك وتعالى، ويعتق رقابنا من النار أجمعين. هل صليتم على رسول الله؟ أيها الأحبة في الله، قلنا في الحلقات الماضية أيها الأحبة في الله، من لم يستطع الصوم ولا يستطيعه لا في رمضان ولا في غير رمضان، أصحاب الأعذار أحباب إخواني في الله، الدائمة أحباب إخواني في الله، أي المريض أحباب الذي لا يرجى برأه أيها الحبيب، وكذلك الرجل الكبير في السن أي العجوز، والمرأة العجوز، والمرأة الحامل، والمرأة المرضع. هذه الأنواع أحباب، أو هؤلاء أيها الأحبة إخوتي في الله، هؤلاء الناس أيها الأحبة في الله قد شرع لهم ربي تبارك وتعالى وجوز لهم الإفطار، ولكن واجب عليهم الفدية. فما هي الفدية؟ صلوا بنا على سيدنا رسول الله. الفدية أيها الأحبة في الله فهي مقابل الصيام، من لم يستطع فعليه بالفدية. أين الدليل؟ قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين، ما مقدارها الفدية أحباب إخواني في الله؟ قالوا مقدار الفدية نص صاع. طب باللي أحبابي بالوزن يا أحبابي كم يعادل؟ قالوا يا أحبابي، واختلف العلماء في ذلك أيها الحبيب، قالوا إما تبدأ من كيلو إلا ربع، ومنهم من قال كيلو، ومنهم من قال كيلو ونصف. وخروجا من الخلاف أيها الحبيب، اجعل وخليك في الاحتياطي، أو في الأحوط عفوا، خليك في الأحوط أنك تجعلها كيلو ونصف بفضل الله رب العالمين، عن كل يوم تطعم مسكين، وجاز لك أن تخرجه أيها الحبيب مطبوخا. صلينا على رسول الله. طيب هذا هو القدر، العدد كل يوم بمسكين. طب متى تخرج أيها الحبيب؟ أنت مخير بين أمرين، أو إما أن تخرج يوم بيوم، يعني أفطر الوالد اليوم الذي هو لا يستطيع الصيام، أو المريض الذي لا يرجى أحباب إخواني في الله شفاؤه وبرؤه أيها الحبيب، يخرج عن كل يوم بيوم، أو أنك تجعل بفضل الله آخر رمضان إن شاء الله، بلغنا الله ليلة القدر وبلغنا آخر يوم من رمضان، أو أنك تخرج الفدية آخر رمضان عن 30 يوم، كذلك عن 30 مسكين بفضل الله. طب هل يجوز أن أعطي هذه الفدية، فدية شهر كامل يا أحباب إخواني في الله، لعشرة أو 15 أو 5 أو 3؟ إيه الموضوع؟ أذلك فيه سعة بفضل الله. جاز أن تعطي لكل فقير منفصلا، وجاز أن تعطي لعشرة، 30 كذلك، وجاز أن تعطي كذلك حبيبي لإثنين، وجاز لك أن تعطيهم جملة واحدة لفقير مسكين. أين الدليل؟ بعد الصلاة على رسول الله. الدليل يا أحباب إخواني في الله أن سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه، كما جاء عند الدارقطني رحمه الله، قال بأن سيدنا أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن في آخر عامين له رضي الله عنه أرضاه أيها الحبيب، ما استطاع أن يصوم لكبر السن، فقالوا له عليك الفدية صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع؟ صنع أحباب إخوان في الله جفنة كبيرة، أي طعاما أيها الحبيب، ودعا له من الفقراء أحباب إخوان في الله 30 فقير، 30 مسكين، وأطعمهم يا أحبابي لحما، أو أطعمهم سريدا يعني لحما أيها الحبيب وأخي في الله، أطعمهم. وعند أحباب إخوان في الله، عند ابن قدامة في المغني أحباب حبيبي وأخي في الله، بأن الإمام أحمد حينما استفتي في المرأة، الإمام أحمد قالوا له يا إمام، امرأة أفطرت في نهار رمضان وهي لا تستطيع الصوم لكبر سنها، فقال الإمام أحمد: مروها أن تطعم 30 مسكين جملة واحدا، غدوة أو عشوة تطعمهم. قالوا يا إمام، وماذا نطعمهم؟ قالوا لحما إن شاء، يعني نستطاع. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك حبيبي وأخي في الله، الفدية لابد أن نعرفها، لأنه ما من بيت من بيوت المسلمين يا أحباب إخوان في الله قلما إلا ما فيه واحد مريض، أو فيه رجل كبير في السن، أو فيه امرأة حامل، أو فيه امرأة مرضع. حبيبي أخي في الله، حبيبي أخي في الله، هذه الفدية قد فرضها الله رب العالمين لأصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الصيام. أسأل الله رب العالمين، رب العرش العظيم، حبيبي وأخي في الله، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. أحبكم جميعا في الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.